فكر بهالجبن يا خسيس. وليش معلتين كثير حاطين فوق 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 اليوم؟ ها؟ نبنحاول نبنحاول حاطين فوق فوق عشان ما بحطوهم عن جنب يخطوهم المنقى العدل يضربوا حط الشاي ونقعد نتكلم يضربوا أنا فاضي الخبزة ده هجموا علينا ولقونا هجموا علينا ولقونا لقونا وهجموا علينا لا عريان ما بعرف حالي في الآخر ما كنت عارف أقول الكلمة لا ما صح لأن ما بدور يا بسام لا يا حبيبي عادي تعال تعال وين هذا في بعد من هذا من عندي من سندويشاتي صغار سندويشاتي وين هذا بخصوص عيني أنا شو راح أدش أتكلمهم وعيني مسكرة يعني جاي لكم إشي الله شوف 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 ايش هذا بيتزا بيتزا I didn't look at you انا ما كنت مطلع انا مطلع I couldn't only at the end طوط لا وبعدين ايه طلعني after you يعني I was already so emotional after you when you were crying to me I was so cry when you were singing I was crying and then he makes me sit down ايه مش الحال مش الحال ان شاء الله I'm walking away مرة على المشهد هلا نشوف شو يا مشهد عمي انا والله الحين حتى عن ما ادري عن منو اتكلم بدي احكي عنك كلارا جوا هسي احب بنت العالم النايسست بنت العالم لا مشكلة لا لا حاذيكي بعدين لما احكي لا لا اسمعي بعد ما احكي هدي اسمعي بعد ما احكي عليكي كلام حلو كلام حلو ما تبتدي لا شوفي شلون رح بلش عم بحكي لحالي انه خلصت عم بحكي مع حالي اوكي عرفتي؟ حطي حطي لا حطي ها انه حتبلش رح بلش احكي عنك عملت ايه؟ خلص لما عادي اوكي انه بحكي عنك مو ما عم بحكي عنك انا يعني بحكي بشكل عام بشكل عام بس بطريقه شوي غريبه شو كتبت؟ مثلا انا ما عم بحكي عن شيء عم بحكي عن شيء مثلا عم اقول مثلا انه احلى شيء بالعالم انك تكون مثلا خايف وتلاقي واقف جنبك احلى شيء بالعالم انك لما تزعل تلاقي احلى شيء بالعالم انه كذا وكذا 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 عرفتي شلون انه هيك كلياته هيك هذا الحكي هيك كلياته بس صيغه يعني ان شاء الله تذكرون اما بعدين بقول فوت انه معقول عم انا حكيت لها كل هالشيء معقول قلت لها كل هالشغلات وما فهمت علي لهلا معقول 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 لساتها كيت 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 لساتها في شغلات براسها جوا معقول 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 عرفتي شلون؟ كذا وهيك 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 بعدين ما بعرف بفكر شو اعمل كمان انا هدخل today's class in the مشهد مشهد طبعا when I'm talking about the girl I'll be like Mr. Michelle did you see how weak she was? I can't. In this mashhad, if I don't speak English, I won't do good. لما تخلصي مو بالاخر تقولي انه مستر ميشيل شوف شو عملت انه when I talk to them individually هحاول اكلمك ايه ايه لما تحكي عن الشيء اللي صار احكي له يا ليلو بالعربي is this a dream صار له 3 دقائق شوفي No, I ها انت نقصتي اوريجينال انت القرصه مقول من هون مقروصه ومفشيت هيك على كلها لا تقول ورا من دكتور عظيم قرصه شام يا الله حياتك قرصه بس لا مو يعني لو قرصه كانت تحكني على الاقل نفس البادي شو انا قاعد انا احك شوف هذه كل شوي احكها حبيبي انا قلبي وجعاني ما كنتش فاكره انه هعيط ظهري كنت فاكره كنت عارفه انه هعيط بس بعد شويه انت ليش ما كنت لميت معي خطر لي والله ها معقوله ملمك وفي لارا يا معقوله خلاص انا زعلت وانت تو ماسكتير لا لا بس انا زعلت انت تو ماسكتير
انا زعلت، انت تمارك كثير. يلا